الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. في الدرس الماضي عند قوله رضي الله تعالى عنه في ذكر لا فهمتي ايه كلام اليقينيات، مش كده؟ كانت اليقينيات الستة، وبعد ما انتهينا من اليقينيات الستة أقسام الحجة، الكلام كان فيه أقسام الحجة، لازم يكون فيه عنوان للدرس دي. الشعر ده من أقسام الحجة، كده؟ أقسام الحجة كان خمسة، اللي هي إيه؟ البرهان والجدل والخطابة والشعر وإيه تاني؟ والمبالغة. كان الكلام في الدرس الماضي عن إيه؟ عن الجدل، مش كده؟ والآن وقفنا عند إيه؟ عند قوله وأما الشعر، وتكلمنا عن إيه؟ الخطابة، مش كده؟ وأما الشعر إذا عرفنا أو عرفت الخطابة بإيه؟ ما تألف من مقدمات مقبولة من شخص معتقد فيه الصدق لسر لا يطلع عليه، لا يطلع عليه، يعني أمر غيب يعني، أو لصفة جميلة كزيادة علم أو زهد أو نحوه، أو من مقدمات مضمونة، يعني الخطابة تتألف من مقدمات مقبولة أو إيه؟ أو مضمونة. والغرض من الخطابة ترغيب إيه؟ والترهيب. ترغيب السامعين أو إيه؟ أو ترهيبي، ترغيب، وذلك دائما الخطباء يحبوا استعمال كتاب الترغيب والترهيب، والخطابة إما ترغيب وإما إيه؟ ترهيب. وقفنا عند قوله وأما الشعر، يلا يا شيخ محمد، أما الشعر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما وبعلوم شيخنا الدارين آمين. وأما الشعر فهو ما تألف من مقدمات متخيلة لترغيب النفس في شيء أو تنفيرها عنه. يعني الترغيب أو التنفير، يعني الترغيب أو إيه؟ أو الترهيب، لو الترهيب يعني التنفير. فالأول كقولنا هذه خمرة، وكل خمرة ياقوتة، ياقوتة سيالة، فهذه ياقوتة. فالأول اللي هو إيه؟ إيه هو الأول؟ الأول هو إيه؟ الترغيب، مش كده؟ ترغيب النفس أو تنفيره. يبقى الأول هو إيه؟ الترغيب. ده هذه خمرة، مش هو الأول، ده مثال للأول. إذا وصل الحد إلى هذا المستوى، إنه في ذلك الترغيب.
درس كتاب زي كده هو مش عارف الاول والثاني. اما الاول اللي هو ايه؟ ها؟ الترغيب. زي ايه؟ هذه ايه؟ كقولنا مشيرين لخمر. هذه ايه؟ هذه خمرة. وكل خمرة ياقوتة سيالة. يعني زي كأنه شيء من الياقوت سائل كده. شوف يعني الترغيب فيها. لما يجي واحد يقول لك والله خذ نفس كده دخان تنسى الدنيا تتخيل انك في الملأ الاعلى ده يخليك في الحال تشتري علبة ايه السجاير. اذا وصل في الامر بكده يقول لك دي تنسيك الهموم في لحظة تحل لك تحل المشاكل. وما اكثر لي المغفلين. هو عاوز يرغبك في الخمر، عاوز يرغبك في الشيشة، عاوز يرغبك في الدخان، يرغبك في الايه؟ في السرقة. يجيبها لك بطريقة ايه؟ تنبسط لها النفس. الشعر كده يداعب، هذا الشعر ده يداعب المشاعر ويحرك الايه؟ العواطف. كده طريقة الايه؟ الشعراء. الشعراء ايه؟ يتبعهم او يتبعهم الايه؟ الغاوون. الم ترى انهم في كل واد بيعملوا ايه؟ يخيلوا كده للناس اشياء. واحلى او اجمل الشعر هو اكذبه. وهو لو وداك للحقيقه المره مش هيبقى شعر ولا هينفع تنظمه. تنظم ايه؟ فدائما يعيش لك فيه في اوهام او في خيالات. هذه خمره. وكل خمر يعني هي يعني الخمر والتأنيس يعني من افراد يعني الخمر زي تمر وتمرة خلاص وبقر وايه وبقرة. هذه خمرة وكل خمرة ياقوتة سيالة. فهذه ياقوتة سيالة فيجعلك تحب لي الخمر. ايه اللي خلاك حبيت؟ لو حكمت العقل عمرك ما حتحبها. لكن هنا لعب بمشاعرك ولعب بعواطفك. والثاني اللي هو ايه؟ التنفير. شوف عاوز يرغبك في الخمرة خلها لك ايه؟ ياقوت. كأنهن الياقوت والمرجان. شوف وديها لك فين؟ عاوز يرغبك في الدخان يخلوه لك يعني بخور الصالحين. ده العسل. في احلى من العسل واجمل من العسل؟ يخليك تكره العسل ويخليك تكره اللبن وتحب البعرة وتحب الحاجات اللي هي ما تتحبش. شوف هذا الشعر ده كقولنا هذا عسل وكل عسل مرة مهوعة. فهذه مرة مهوعة. طبعا المرة كده بكسر الميم يعني من المرار. شوف يقول لك العسل ده مرة مر يعني زي المرار. ايه ده العسل مر امال ايه اللي حلو؟ وشوف كده ايه مرة. وبعدين يقول لك ايه مهوعة بكسر الواو. يعني ايه مهوعة؟ يقول لك ليه اللي ياكل عسل ده يخليه ايه نفسه كده ترجع مثيرة للقيد. ويصح فتحها يبقى تقول ايه مهوعة اي النحل. منين جاب كده؟ بنى على انه يعني العسل ده هو قيء النحل. ولكن انت عارف النحل لما يجي يسترجع ويستقيء اهو ده. فاذا كان ده قيء تقبل عليه. شفت كده؟ اي النحل تتقاياها من فيه. وشأن ما يتقاياه الحيوان. اذا كان لو النحل ده لو العسل ده
تقاياه الإنسان عند حمل، فما بالك اللي بقى تقايا الحيوان، فهيخليك ايه تنفر بس كده، ممكن يخليك تكره الحليب بنفس الطريقة، ويصور لك الصالح ايه فاسد والفاسد صالح. ولهذا ايه ربنا سبحانه وتعالى نزه نبيه عن الموضوع وما علمناه الشر وما ينبغي له، ان هو الا ايه ذكر. هتألف انت زي الشعراء يقول ان هو الا وحي، ان هو الا ايه ذكر وقرآن ايه مبين. شوف هذا عسل، وكل عسل مرة مهوعة، فهذه مرة مهوعة يعني تقايا، تهوع النفس يعني تثير القي. والغرض من الشعر انفعال النفس. طبعا الشعر ده مذموم الا ايه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، والشعراء ايه يتبعهم الغاوون، يعني انسان غاوي كده ايه يعني يلعب بمشاعر الناس وعواطفهم وهكذا. والشاعر يستطيع يقلب الحقائق ويعني يخلي السوق ملوك والملوك سوقه، ويقعد يقول اشياء خياليه، والانسان يحب يجنح الى الخيال، مش عاوز يعيش مع الواقع، عاوز يفر من الهموم ويعيش مع الحاجات الخياليه دي. خلاص. وكانوا يروحوا للجماعه الملوك والامراء ويدوا لهم، طبعا الملك يحبه او الامير يحبه يرفعوه الى يعني فوق مستوى سيدنا جبريل، يعني عاوزين يوصلوا له الالوهيه. فالشاعر يستطيع بقصيدته انه يرفع المحفوظ وهكذا، فالملوك تنبسط من هذا، يحبوا النفاق يحبوا، فيعطي له ايه باموال يعني هائله حسب يعني ايه قوته في التصوير وفي اثاره المعاني. يعني واحد مثلا يجي مش يقول وجه الخليفه كانه الصبح، يقول لك ده الصبح ده زي وجه الخليفه فالق الاصباح، يعني فالق وجه الامير المؤمنين، فحاجة من هذا القبيل. لذلك كان يروح، وكان الخليفة عمر ما يحبش الناس دي، عرف ان تأت مصلحته، ولو تغير النظام ثاني يوم يذم فيه، يقول قصيد الذم بعد ما كان يقول مدح. وقيلك لبعض الزعماء، واحد بيقول له لا ما شئت لا ما شاءت الاقدار، فاحكم فانت الواحد القهار، يعني ما عندوش مانع يوصلوا للألوهية ويوصلوا. واحد تاني ذم خلفاء بني العباس، فقال امتاز ما ادلوش شيء، فقال خلفاء بني العباس في ولم يأتنا عن ثامن لهم كتب، كأهل الكهف في الكهف سبعة إذا عدوا وثامنهم كلبه، يعني خلاك من الكلاب ورفع الكلب شوي، يعني كلب اهل كهف مذكور في القران، انما كلب بني العباس ده شيء. عمر بن العزيز امتنع عن اعطاء الشعراء لم يجد لهم في هذا المال حقا. فقال له احدهم يعني اعطيت الارامل واعطيت المساكين والفقراء، اين اعطاء الشعراء؟ قال له انتم مالكمش، لا اعطي المال الا لمن يستحق. فقال هذه الأرامل قد قضيت حاجتها، فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري. فاستطاع يعني يخلي الرجل يديله من جيب حاجة، يعني ايه زي الإحراج يعني. هذه ايه وظيفة للشعراء، إلا ايه من رحم ربك. ولذلك قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، يعني الإنسان يحتمي بذكر الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر لحكمة أو لحكمة، يعني في حكم
في مواعظ وفي شيء في المدح والثناء على الله تعالى وفي منظومات في العلم، يعني ليس كله ايه، ولكن بحسب الغرض ايه، بحسب الغرض منه. يلا يا شيخ. قال المحشي رحمه الله: قوله فهو ما اي قياس، قوله من مقدمات الجمع لما فوق الواحد، قوله متخيلة اي لا تثبت لها في الواقع. يعني هي اشياء خيالية في الواقع غير موجودة، يعني شيء متخيل. بل هي مقتسمة في الخيال فقط. ما كأنك شمس والملوك كواكب اذا طلعت لم يبت منهن، وكأن حاجات كلها متخيلة. قوله كقولنا اي مشيرين لخمر، قوله هذه خمرة إلى آخره، المتخيل الكبرى لأنه لا صحة لها في الواقع. ولما جعلت الخمرة من أفراد الياقوت الذي هو من الأمور التي ترغب فيها النفس، يعني خلاها ياقوتة مش كده، يعني خلاها من الأمور التي ترغب فيها النفس. مين يعني رب سبحانه المشبه في القرآن اللي الحوض كأنهن الياقوت، يعني وهو بينفر لما يقول كأنهن الياقوت ولا بيرغب، فجعلها من أفراد الياقوت، مع أنه الياقوت ده حجر ومش يعني شو قلب الحقائق. فلا ياقوت قال سيالة، يعني قال لك واحد تفتكر الياقوت اللي هو الأحجار الكريدة ياقوت سايح سيال تنسجم منه، كل ده خيالات. زي بحر من زئبق، في بحر من زئبق. نعم. قوله كقولنا اي مشيرين لعسل لحم، قوله مرة. شوف العسل اللي هو الجميل المقبول اللي هو يعني جعل فيه الشفاء، عسل النحل يخرج من بطونها شراب. وشوف القرآن مختلف فيه شفاء، ده يقول لك ده مرة، يعني حاجة يجيب لك المرارة. تمام، يعني يشابه ماء المرارة. وبعدين مهوعة بكسر الواو، يعني كمان مثيرة للقيء، خليك على طول في حالة قيء. خلاص. ويصح الفتح الميم، أي النحل تدقاياها من فيه، وشأن ما يتقاياه الحيوان نفور النفس عنه. والغرض من الشعر انفعال النفس، يعني يخليك في حالة انفعال. وإذا انفعلت النفس في مقولة اسمها الفعل، في مقولة اسمها الانفعال، إنها تنبسط وتستجيب، يعني زي كأنه ساحر يخليك تنسى نفسك وتطلع اللي في جيبك وتغضب عليه العطاء وتصدر قرار التعيين. لانه قال في القصيده: والله يعلم انه لكذاب، بس مصلحه، لكن مسكين انت انخدعت وانبسطت النفس مش كده، وتفرح بكلمتين كذب ونفاق. لذلك يكثر هؤلاء في مجالس مين؟ مجالس الناس الاغنياء والاثرياء والحكام والامراء. يلتفح ما هي عندنا هامل حتديله انت، ده حتى تمره ما عندناش حتديله انت. لو قال لك هات شويه ماء روح اشرب من الحنفيات، فايش هنا؟ لما يروح من القصور والاماكن اللي فيها يلا. قوله انفعال الناس اي تاثيرها، انفعال النفس مش الناس. نعم. انفعال النفس، انفعال النفس اي تاثيرها بالترغيب او التنفير. والتاثير شان الشعراء والادباء، فلذا سمي هذا النوع شعرا. يعني عارف الشعر ده زي حكايه السحر، نفس على الوزن. ان من البيان لسحرا وان من الشعر لحكما، يسحرك يعني. ومرجعه الترغيب والترهيب لهوى النفس بخلاف الخطابة. الخطابة مرجعها الترغيب والترهيب لصلاح الحال،
يعني ده عاوز ايه؟ يرضي الايه؟ يرضي النفوس، يجعل النفوس في حالة ايه؟ انبساط. يلا قال الشارح رحمه الله: واما المغالطة فهي ما تألف من مقدمات شبيهة بالحق وليست به. قال بعد كده ايه النوع الثالث من انواع الحجة اللي هو المغالطة، مقدمات وهمية، مش كده؟ مقدمات شبيهة بالحق وليست به، يعني ليست بحق، ولكن شكلها كده او في الصورة انها ايه؟ حق. ولذلك قال شبيهة بالحق وليست به، وتسمى ايه؟ المغالطة اسمها سفسطة، من ايه؟ سوفا واسطى، يعني معناها بلغتهم، هي مش لغة عربية، ده يونانية، معناها علم الغلط والحكمة المموهة، كما ان الفلسفة مأخوذة من ايه؟ فيلسوف، يعني محب العلم، خلاص كده؟ سوف يعني الحكمة او العلم، وفيل يعني ايه؟ محب. كقولنا في سورة فرس في حائط، ده المغالطة دي، عاوز يغلطك، يقول لك ايه؟ كيف تكون المغالطة؟ يشير لك الى مثال، هو ده مثال، يعني مش كل مغالطة كده، ده مثال، يشير الى فرس، يعني هو ما فيش فرس حقيقي، صورة في الحائط، فيقول لك هذه فرس، هي ايه؟ مش فرس، هي صورة فرس، وكل فرس صحال، فهذا صحال. قضية مغالطة ليه؟ لانه بناها على شيء فيه مخادعة وتمويه، وهي الاشارة الى الصورة على انها هي ليه؟ الفرس الحقيقي، او شبيهة بالمقدمات المشهورة، وتسمى ايه؟ مشاغبة. كقولنا في شخص يخبط في البحر، يعني متخبط، هذا يكلم العلماء بألفاظ العلم حتى يسكتوا، وكل من يكلم العلماء بألفاظ العلم حتى يسكتوا فهو عالم، فهذا عالم، جسمه ده مشاغبة. فيها نوع ثاني من السفسطة والمغالطة، مركب من مقدمات وهمية كاذبة، كأن تقول هذا ميت وكل ميت جماد فهذا جماد، أو تقول هذا الميت جماد وكل جماد لا يفزع فهذا لا يفزع أو لا يفزع فهذا لا يفزع، فإن النفس قد لا تقبل هذا الدليل الصحيح لمقدمات تتوهمها كاذبة، فتقول هذا إنسان يمكن قيامه وبطشه، وكل من يمكن قيامه وبطشه فليس بجمال، إلى آخره. اقرأ الحاشية وبعد كده روح للإنسان. قوله فهي ما القياس، وقوله اللي هي ايه؟ المغالطة. فقوله شبيهة بالحق، فهي ما هات المتن كده، فهي ما تألف، كلمة ما اي قياس تألف، هنا ما نكرة ايه؟ نكرة موصوفة، ما هنا مش اسم موصول، نكرة يعني بمعنى شيء، فهي ما تألف أو فهي ما أي قياس، وقوله شبيهة بالحق أي بالمقدمات الحق، وليست تلك المقدمات بحق. ثم إن هذا بيان لنوع من أنواعها لا لحقيقتها، يعني الآن هو بيبين نوع من أنواعها لم يبينها كلها. والنوع الثاني المشاغبة،
والنوع الثاني المشاغبة، وهي ما تركب من مقدمات شبيهة بالمشهورة. والثالث ما تركب من مقدمات وهمية، قوله وتسمى أي مغالطة سفسطة. كلمة سفسطة دي بننسب إليها هي السوفسطائية، كلمة يونانية معناها عندهم العلم والحكمة المموهة، يعني مش الحكمة الحقيقية اللي فيها التمويه وفيها ايه مغالطة. فالمعنى هنا بالقياس المزين الظاهر الفاسد الباطن، يعني هو في الظاهر مزين وجميل ولكنه في الباطن ايه فاسد وقبيح. قوله هذا فرس الى اخره، المغالبة جاءت من الصغرى لان الفرس حقيقة الحيوان الصاهر. قوله هذا ايه فرس، المغالطة جاءت من الصغرى لان الفرس حقيقة، يعني من فين المغالطة؟ يقول لك هذا فرس وكل فرس صحال، فما صحيح كل فرس ايه صحال، لكن هذه هي الكبرى، ولكن المغالطة جاءت من الصغرى، انه اشار الى صورة في الحائط وليس الى ايه فرس حقيقي، فالمغالطة جاءت منين؟ من الصغرى. المغالطة جاءت من الصغرى لان الفرس حقيقة الحيوان الصاهر، الصورة التي على الحائط ليس كذلك. يعني والصورة التي على الحائط ليست كذلك، يعني ليست حيوانا صائلا بل هي صورة. يبقى اذا الصغرى شبيهة بمقدمة حقة، وهي هذه فرس مشيرا الى فرس حقيقة ولكنه فرس في الصورة وليس في الايه في الحقيقة. يعني زي ما اقول لك ايه، والله العظيم انا شفت الشيخ الشعراوي اليوم، رأيته كده رأي العين وسمعته ودعوت له وكلمني وهو رأى الفيديو او التلفزيون ولم يرى الشيخ حقيقة لانه انتقل الى رحمة الله. فهنا المغالطة، فيقول لك رأيت وسمعت وفسر لي آية كذا، هو بيفسرها في التلفزيون من قبل أن تولد. قوله أو شبيهتني بالمقدمات المشهورة إلى آخره، أي من حيث كثرة الاستعمال في كل. قوله وتسمى، أي المقدمات المذكورة. قوله مشاغبة، مشاغبة من الشغب بمعنى الجدال والشر، ولما كان الاتيان بهذا القياس يعين على إثارة الشر سمي مشاغبة، يعني ده حيساعد إلى الاحتكاك والسباب وممكن القتال، وانت بتضحك علي وانت بتخدعني، فحيوصلنا إلى إيه؟ إلى شرور وحيفتح باب شر. قوله يخبط في البحث، البحث إثبات المحمول للموضوع، والخبط فيه إيراده على غير الوجه المستقيم بأن يكون غير فاهم للموضوع ويتكلم بكلام خارج عنه، فأنت مش فاهم الموضوع ومش عارف بنتكلم ايه، بتدخل ليه في الموضوع. هذا اسمه ده ايه يخبط في ايه في البحث، ولا تقف ما ليس لك به ايه علم، يعني بيتكلم بكلام الايه العلماء وهو لا يعرف المحمول ولا الموضوع ولا الدليل ولا اي شيء. الذي يسمعه من العامة يظن أنه من العلماء، ده بيجده كمان مش كده فقط، بيجده يسكت العلماء، لأن العلماء
بيقول كلام ما يتفهمش, فلازم العالم يسكت. هيعمل ايه يعني؟ يقول له حاجتين كده مش مرتبطين فيوقف العالم. هو العالم ليس العيب في العالم, لان هذا الكلام من شأنه ان لا يفهم. فماذا يصنع العالم؟ لا يسكت, فيقول لك ده غلقهم. هو اصلا كلامه غير مفهوم. والخط فيه إراده على غير وجه اليقين بأن يكون غير فاهم للموضوع يتكلم بكلام خارج عنه. قوله هذا يكلم العلماء بألفاظ إلى آخره, المغالطة جاءت من الكبرى لكاذبها. إن المغالطة جاءت من الكبرى لكذبها, اللي هو وكل من يكلم العلماء بألفاظ العلم حتى يسكتهم فهو عالم. لا يمكن, هو مجنون. ما هو إذا قال لك المجنون, واحد مجنون بيكلم أعلم من في الأرض, كيف يخاطبه؟ ماذا يقول له العالم؟ وهذه الكلمة قالها سيدنا الإمام الشافعي, قال والله لو خاطبني عالم لغلبته, ولو خاطبني جاهل لغلبني. فليس معنى أن الجاهل أعلم من سيدنا الإمام الشافعي, لكنه يستطيع أن يسكت الشافعي وأبا حنيفة والإمام مالك, لأنه ماذا يقولون له؟ بيتكلم مش عارف يقول بأي كلام يخرج. يعني مثلا زي اللي سألهم, لو واحد مثلا تأخر مثلا عن صلاة الصبح يروح يدرك الركعتين او صلي السنة حاجة زي كده مسألة, فراح العلماء بيكلموه, راح قال لهم طب ماذا لو طلعت الشمس قبل الفجر؟ كلام علماء هيقول ايه الامام في الحالة دي؟ هيقول له ايه؟ وساعات فعلا يفاجئك بكلمة مش على بالك ولم تسمعها, فيروح يلجئك الى الى السكوت. يقولك شوف ما عرفوش يردوا عليه من من كونه عالم. مرة واحد كان بيشرح الآية بتاع قلنا الملائكة سجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس. فشوف ابليس ملائكة كلهم الكبار, كل الملائكة فسجد إلا إبليس. واحد قاعد ثاني قال ده راجل يعني بطل, يعني تحدى الكل ومرض شوية, يعني ليس إما يعني. ماذا يقول له الشيخ في الحالة؟ واحيانا تتكلم مع الجماعه اللي هم عاملين نفسهم سلفيه, تكلم في الدليل وفي الحجه وفي القياس وفي المنظر, تروح جايب لك حاجه خارجه عن العقل. يعني مثلا حصل مع الشيخ كبير قوي, بيقول انه النزول من العرش ده حقيقي, يا رب ينزل كل ليله الى السماء الدنيا. هينزل منين؟ من العرش. فسألوه لما ينزل من العرش هل يخلو العرش ولا ينزل وهو على العرش؟ فراح قال ينزل. لو قال يخلو منه العرش حيثبت ليه الجسمية والانتقال وحيثبت ليه الحدوث. فقال ينزل ولا يخلو منه. يبقى إذا ايه معنى النزول هنا؟ دامت ينزل ولو نزول حقيقي ولا هذا المكابرة ولا يخلو منه العرش. قوله هذا يكلم العلماء بألفاظ إلى آخره, المغالطة جاءت من الكبرى لكذبها وهي شبيهة للمشهورة. كل اللي بنسمعه في القنوات التلفزيونية البرنامج الاتجاه معاكس برنامج الرجل بيجيبوه مش عارف قناة مين, وكل ده مغالطات ويخبط في البحث ويسكت ويكون رجل عالم كبير بس بيفاجئ بكلام جهلة ملوش معنى, مش موزون, ليس معروفا في كتب العلم.
فالمفروض العالم ينتبه، يعرف من الذي سيحدثه او سيجلس معه، حتى يمكن مش يقول واحد من الشارع، لا لازم ينتبه الى هذا. ولهم غرض معين، يعني آلة الإعلام كاذبة، لهم أغراض معينة، عاوزين يظهروا أنه علماء الدين بمظهر الضعف، وأنهم ناس متخلفين ومتأخرين، وهم أسباب الإرهاب، هذا هو الغرض. فلما يطلع العالم مثلا روح يستفز بكلمة تغضبه، فممكن يغضب ويسبه. أحيانا كمان وصلت الأمور، تطورت، لم تعرف في الجاهلية الأولى، أحيانا روح يخلع قال الحذاء ويعمل كده على الشاش، إيه هو الحوار ده، يروح هذه هي الرسالة التي يريدون توصيلها إلى الناس، إن العلماء دولة بلطجية وناس عربية ومعهمش غير ومظهر مظهر سيء، هو ذي اللي عاوز يصله، عاوز يقول لك يؤخذ الدين من هؤلاء الهمج، هذا الذي يريدونه. وبمجرد ما يخلع الحذاء ويتنرفز يبقى كده انتهى البرنامج. إلى لقاء ده اسمه الفصل الأخير من المسرحية، وذي اللي عاوزينه. فالمفروض يعني حفاظا على مشاعره يدخل الاستوديو وهو حافي، عشان اذا غضب لا يجد شيئا يخلعه. قوله هذا يكلم الى اخره، المغالطه جاءت من الكبرى لكبيرها، وهي شبيهه بالمشهورات التي يعترف بها جمهور الناس. قوله وهميه، يعني يقول لك وهي شبيهه بالمشهوره، يعني هو بيتكلم معه كلام خارج، شبيهة بالمشورة التي يعترف بها جمهور الناس. قوله وهمية، أي حكم بها الوهم للعقل. خذ يا سيدي. قوله كاذبة صفة لوهمية، لأن كان حكم الوهم متعلقا بغير محسوس، فهي معنى كلمة وهمية، لأن حكمه في غير المحسوس باطل، أو صفة لمقدمات، يعني مقدمات وهمية أو مقدمات كاذبة. والمثال زي كان تقول هذا ميت، أي هذا الشخص الذي قام به الموت ميت، وهذه مقدمة ضرورية. وقوله وكل ميت جماد، مقدمة صادقة، لأن المراد بالجماد ما لا روح فيه، لا ما اصطلح عليه الفقهاء، يعني في فرق بين الجماد اللي هو زي الحجر وزي الخشب، وفيه أن المراد بالجماد ما ليس فيه روح، فتبقى هنا مقدمة صادقة بحسب المراد. ثم أن هذا القياس والذي بعده ليس من المغالطة في شيء، بدليل قوله فإن النفس قد لا تقبل هذا الدليل الصحيح لمقدمات تتوهمها كاذبة، يعني هذا ليس من المغالطة. هذا القياس والذي بعده جاي حجر المثال اللي بعد كده، بدليل قوله فإن النفس قد لا تقبل هذا الدليل الصحيح، وكيف يكون دليلا صحيحا وهو مغالطة، هذا ليس من المغالطة بشيء. بل ذكروا ذكر فين التذكير، فإن النفس قد لا تقبل هذا الدليل الصحيح لمقدمات تتوهمها كاذبة، فتقول هذا إنسان يمكن قيامه وبطشه، وكل من يمكن قيامه وبطشه فليس بجماد. هذا الميت نعم عظيم. ذكر توطئة للمثالين بعد، وعللهما بقوله فإن النفس
قد لا تقبل الى اخره. قوله فان النفس قد لا تقبل هذا الدليل الصحيح، قول هذا الدليل الصحيح الاشاره راجعه لما ذكر من القياسين. خلاص عندك ايه قياسين، هذا ايه ماشي يلا هذا ميت وكل ميت جماد، او تقول هذا الميت جماد وكل جماد لا ايه لا يفزع. قوله لمقدمات تتوهمها كاذبة، اي لمقدمات كاذبة تتوهمها صادقة، اي تحكم بصدقها بواسطة الوهم، يعني هي كاذبة ولكن توهمتها النفس صادقة فحكمت بصدقها بواسطة الوهم. قوله فتقول، قوله فتقول الى اخره، اي فبسبب توهمها تقول الى اخره. تقول هذا انسان يمكن قيامه وبطشه، وكل من يمكن قيامه وبطشه فليس به بجماد، او فهو ايه مفزع، فهذا ليس بجماد او فهو مفزع. والمغالطة في هذا القياس جاءت من الصغرى، لان المراد بالامكان فيها الامكان الوقوعي. يعني فين هنا ايه هذا انسان يمكن قيامه، ليس المراد بالامكان هنا، المراد مش المراد به الامكان العقلي، انما المراد به الامكان الوقوعي، لان الامكان العقلي موجود، انما مش موجود الامكان الوقوعي، ولكنه يمكن ان ان يقع، هيكون خارق للعاده، وهو العادي لا الايه لا العقلي لا الايه الوقوعي، والا كانت صحيحه. واما الكبرى فصادقه ان اريد الامكان الايه العادي. فان الكبرى اللي هو كل من يمكن قيامه وبطشه فليس به بجماد. قوله فهذا ليس بجماد نتيجه كاذبه، لان الميت جماد بمعنى لا روح فيه، وفسادها جاء من فساد الصغرى. وفسادها جاء من فساد الايه الصغرى. فين الصغرى؟ اللي هي هذا انسان يمكن قيامه وايه. قال الشاعر رحمه الله وكما اذا رايت حبلا مصنوعا على شفه. جاب مثال اخر، كما اذا رايت حبلا مصنوعا على شكل حيه فتعلم انه حبل، مش كده؟ واذا القي عليك هو حبل خفت منه، حبل وانت عارف ان حبله مقتول امامك، اول ما يلقى عليك يعني مثلا هو اللي القاه سيدنا موسى مثلا، فالقوا حبالهم وعصيهم يعني حينقلب يعني حيه مثلا تسعى، واول ما يلقى عليك تخاف، لان الوهم يغلب كثيرا على العقل، ولذلك في حكم ابن عطاء الله ما قادك شيء مثل الايه مثل الوهم. تقول النفس هذا يشبه الحية، او هذا شكل الحبل المصنوع ده، او هذا شكل الحية، وكل ما كان كذلك فهو ايه مخوف او مخوف خاف منه. او فالحزم الفرار ايه الفرار منه، هذا ايه مخوف. يلا قوله فتعلم اي بالعقل، قوله خفت منه اي بسبب يعني اللي خلاك بتخاف من الحبل بسبب اتباعك للوهم، اي القوة الواهمة. قوله ما قادك الى اي ما صيرك منقادا لأكثر الأشياء شيء مثل الايه الوهم. كثير من الناس بسبب الوهم تعتريه حالة، حتى ممكن يصل بسبب الوهم إلى الجنون، كخوف الفقر
والإيذاء من الناس، وهذا من الايه من الحكم، يعني من ايه من موجود في حكم سيد ابن عطاء، مش كده؟ ما قال كشيء مثل الايه اتى به الشارح دليلا لما تقدم من غلبة الوهم للعقل، فالاوهام غلبت على عقول الايه الناس، وما غلبت الاوهام على عقول مثل الايه المشبهة والمجسمة. لغلبة الوهم على عقولهم قالوا بالتشبيه والايه والتجسيم. ولذلك حتى النصوص اللي هي يفهم من ظاهرها الجسمية سموها العلماء ايه النصوص الموهمة، مش كده؟ يعني السبب في الموضوع ده ايه الوهم. قوله تقول الى اخره مفرع على قوله خفت منه، فلو صرح بالفاء لكان اولى. قوله هذا يشبه، المغالطة جاءت من الايه من الكبرى لحكم الوهم فيها بالخوف او الفزع منه. واما الصغرى فايه فين الصغرى؟ يشبه الحية، هذا ايه صادق، ان الحية بتتلوى زي ايه زي الحبل. قوله فالحزم او فالحزم الفرار منه، وبمثل هذا الوهم وقع ده المصيبة، وقع فيها جماعة اللي عاملين نفسهم يعني متمسكين بالنصوص ومتمسكين بال ويقولون يعني يصفون الناس بالبدعة والضلال، هم أكثر الناس وقوعا فيها، وبمثل هذا الوهم وقع أكثر الناس في أنواع البدع والضلالات، أكثر الناس. وذلك تجد معظم الجامعات كلها منقادة بسبب الوهم للفكر بتاع الوهابية، ويقولون شعار الكتاب والسنة، الناس يقول لك الكتاب والسنة ده معصوم. أي صحيح، لكن تأخذ الكتاب والسنة من مين؟ هل هو ده الرجل السلفي ده أو بتاع الافتاء ده أو بتاع في البلاد دي، هل هو ده سيدنا جبريل معصوم ولا إنسان عنده أوهام؟ فإذا كان الأمر كذلك بنأخذ الكتاب والسنة بفهم مين؟ فهم الصحابة، بفهم التابعين، بفهم الأئمة الأربعة، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، ولا نأخذ النصوص الدينية بفهم هؤلاء. يعني يحدثون للناس أمورا أو فتاوى لم يعرفها السلف. يعني هل يعقل انه الامام مالك وابو حنيفة والشافعي الامة الائمة المتبوعين الذين تلقت الامة علومهم بالقبول وجعل لهم اتباع في كل بقاع الارض مش فاهمين حديث ايه لا تشد الرحال الا الى ثلاثة، ومش فاهمين حديث لعن الله حتى يأتي هؤلاء ليصححوا للناس دينهم او ليعلموا الناس التوحيد؟ هل يعقل ان الامام مالك لم يفهم الحديث لا تشد الرحال؟ ما كان يدرس الامام مالك في المسجد النبوي ولم يقل ان وجود القبر الشريف في المسجد ضلال ولا في الامام مالك لم يقل هذا. والامام مالك لما كان يدرس في المسجد النبوي هل كان القبر الشريف موجود ولا ما كانش موجود؟ أبو الإمام الشافعي وغيره أئمة المسلمين كلهم لم ينقل إلينا أي اعتراض هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، حتى جاء هؤلاء وقالوا لا ده منكر وده ضلال. يعني معنى كده القرون الأولى اللي كان قبل القرن السابع لم تفهم الدين، حتى قيض الله للأمة ثلاثة فلان وفلان وفلان هم الذين ردوا الأمة إلى التوحيد. هل ده معقول؟ هل يعقل إن واحد مثلا مهما كان يقدم على الأئمة الأربعة؟ ما رأينا في فقه المذاهب الأربعة قول بتحريم الايه الصلاة عشان الايه فيش الكلام ده كل ما قالوه سد الايه الذريعة أو خشية نجاسة الايه
المكان. وفي الفقه الشافعي مش عارف شرح المنهاج والشيخ ناجي موجود يقول لك انه ده في غير كون المكان متنجس بسبب تحلل الميت، هذا في غير قبور الانبياء. ومن اعتقد ان الارض تنجس او تتنجس بقبور الانبياء يكفر. والامام مالك في المدونة قال كلمة القبور دي لازم يكون ثلاثة، ما ينفع قبر واحد لا يعني يوصف بانه ايه قبور او مقبرة. وعند الاحناف ما يكونش في جهة القبلة عشان سد لي الذريعة. وحاجة يعني فتاوى وعلم جديد، وكان في نبي جديد جاء للأمة اسمه محمد بن عبد الله، معناها كده كله كان خطأ. وأرض الجزيرة عادت إلى عبادة الأوثان، مر معنى كده كلامهم معناه كده. والتوحيد ربوبية وألوهية ومش عارف ايه تقسيم كله ده، ها دين جديد أو تشريع جديد لم يعرفه مين؟ الإمام أبو حامد الغزالي ولا الجويني ولا الباقلاني ولا الأشعري نفسه عرف أقسام التوحيد. هل هذا جائز؟ التوسل برضو حرام، مع أنه الأفضل منهم مليون ألف مرة توسل. والإمام أبو حنيفة نفسه وقف أمام القبر الشريف وقال إيه؟ يا أكرم الثقلين يا كنز الورى، جد لي بجودك وارضني برضاك، انا طامع في الجود منك ولم يكن لابي حنيفة في الانام سواك. ابو حنيفة كده كفر. ابن حجر العسقلاني برضو في كلام في التوسل. والامام مالك رضي الله معروف القصة اللي هي قصة الاعرابي. والامام احمد بن حنبل يقرأ، ابن كثير نفسه ذكر في آية ولو أنهم ظلموا أنفسهم. فمن أين أخذوا هذا الفهم؟ منين؟ لا يمكن يكون من من الصحابة، ده من من الكرامية والمرجئة ومن الفرق الضالة، مش موجود في ليس موجودا عند جمهور المسلمين. هاتوا الفقه، ولذلك هم مش عاوزينك تبقى مالكي ولا حنا، عاوزينك تبقى كتاب وسنة مباشرة. يعني تفهم الكتاب، مين اللي فاهم الكتاب والسنة؟ ابليس بس. مرة كان واحد من مشايخنا انا زمان حضرت بنفسي قاعد مع واحد من هذه الفئة ثلاث ساعات بتكلم معاه في التوسل، ثلاث ساعتين كل يوم حر شديد الحر كاش فيه في الازهر زي كده، كلام ده يمكن 30 سنة. فاشتد الجدال وارتفعت درجة الحرارة. فقال له يعني خلاص هعمل امري الى الله، ما عنديش انا اقنعت. فشعر هذا الوهابي انه هذا الشيخ شعر كده القي في روحي انه رجل صالح، فقال له ادعو الله يا شيخ ادعي لي أنا. خلاص انتهى الجدال، انا حمشي حسافر بلادنا وانت بس تدعي لي دعوة خالص. فقال له الشيخ لا، ما سمعت في حياتي واحد يطلب منه الدعاء ولو كان الظالم كافرا. يقول ربنا يهديك للإسلام مثلا، او ربنا يشرح صدرك، انما يقولوا لا. ده حتى رسول الله دعا لمين؟ للكفار، اللهم اهد قومي فانهم. أنا استغربت كيف واحد عالم تصدر منه هذه الكلمة، لكن قالها لغرض، وهو أن هذا الرجل المشكلة كلها كانت معاه عشان التوسل، بيان في التوسل عشان نفي الواسطة. فقال له لماذا تتوسطني في الدعاء؟ أليس ربك يسمعك فادعو الله مباشرة؟ ليه كل أنا ادعي لي؟ ما هو ده أنت بتكر بالتوسل. ما دام توسطني انا. فبهت الذي جسم وعلم بطلان كلامي، فقال والله يا شيخ كلامك صح والله، كان يعني رجع الى عرف انه لا بد من الواسطه. لو دي ثلاث ساعات يمكن زي يجي جماعه يقول لك ده الجماعه الصوفيه دول بيشركوا بالله، وشركوا المشركين قال كانوا في
يشرك بالله فين؟ ها؟ في الرخاء. لكن إذا كانت في حال الشدة يرجعوا إلى التوحيد. إذا مسهم له الضر ضل من يعني نجي عند الشدة يقول يا رب، ينسى إيه سيدنا الحسين ويروح يرجع لي للتوحيد. يقول لك الصوفية العكس، ده يجي عند الشدة يقول لك يا سيدة يا بدر. يعني شركهم بل أشد من المشركين. وانت مسكين هذه مقدمات وهمية كاذبة انت تنفعل لها وتقول فعلا الناس دول كده. شفت كده؟ يلا يا مولا قول. لهذا الوهم وقع أكثر الناس في أنواع البدع والضلال. وقع أكثر الناس في أنواع بدعوا الأمة وضللوها وفسقوها ولعنوا آباءها وأجدادها، ولعن أول آخر هذه الأمة أولها، حتى وقفوا مع المعتادات واشتغلوا بالأكوان عن مكونها، فاعتقدوا نافعا ما ليس بنافع. يعني ظنوا أن هذه الأمور التي يوقعون بها الناس في البدع والضلالات نافعة ستنفعهم وهي ستكون عليهم حسرة، فاعتقدوا نافعا يعني اعتقدوا ذم الأئمة والطعن في العلماء وتكفير الأمة ده حينفعهم، وضارا ما ليس بضار. يعني التوسل ده محبة ويعني ليس فيه شرك، اعتقدوا فيه كفر وليس كذلك، فأشركوا مع الله غيره وأثبتوا الوسائط بينه وبين خلقه وأسندوا التأثير إلى من ليس له تأثير. عارف لما تيجي تناقشهم في القضايا دي تجدهم بينكر التوسل، يقول لك بس ايه بدعاء الحي. طب ما انت كده اسندت التأثير الى من ليس له تأثير، فالتأثير ليس ايه الا الواحد القهار جل. فاهل التصوف واهل التوسل لا يعتقدون تأثيرا لحي ولا لميت، انما انت كده اعتقدت التأثير لمين؟ للحي. وانا مع انه لا اعتقد تأثيرا لغير مين؟ لغير الله تعالى. وتوكلوا على من ليس له حول ولا قوة ولا تدبير ولا تقدير، ولم يعلموا أن الممكنات كلها خيالات تنادي بلسان الحال الذي هو أفصح من لسان المقال، تنادي من يقف عندها انظر المقصد أمامك، إنما نحن فتنة فلا تقف. يعني لا تقف، لا تقف عند ايه؟ عند الاسباب ولا تقف عند المظاهر. اعلم ان وراء الاكوان ايه؟ مكون، وراء الاسباب ايه؟ مسبب. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. حرام عليكم. ده مش الاذان ده، خلاص نعمل زي الفجر، يقول لك الفجر الصادق والفجر الكاذب. بس هو ما فيش واحد لانه الحقيقي اتصل. خلاص اذا بعد الصلاه ان شاء الله. يا شيخ خلاص هنخلص.
الشيخ نجي مرة ثانية. قوله ومثل هذا الوهم وقع أكثر الناس. ومثل هذا الوهم وقع أكثر الناس في أنواع البدع والضلالات. يعني الناس بيتوهموا أنه الأشياء التي يظنونها يعني من الدين أو أنها يعني توحيد أو أنها يعني العكس مثلا بسبب إيه؟ بسبب الوهم. قوله ومثل قوله ومثل إلى آخره لا تعلق له بالمغالطة بل بالإشارة. أي وقع أكثر الناس في أنواع في حاجة قبلها في الحاشية. أما قوله فالحزم أي الأمر الذي تهتم به أو فالأمر الصواب. قوله ومثل إلى آخره لا تعلق له بالمغالطة بل هو استطراد. أي وقع أكثر الناس في أنواع البدع بسبب الوهم الحاصل لهم المماثل لهذا الوهم. يعني بيشبه الوهم اللي في المغالطة اللي هي الوهمية أو المقدمات الوهمية. فوقع أكثر الناس في البدع بسبب الوهم الحاصل لهم المماثل لهذا الوهم اللي هو في إيه؟ في المغالطة. وليس هذا الوهم من المغالطة، لأن الوهم من المغالطة بيتكون من مقدمات وهمية أو كاذبة. وقع أكثر الناس في أنواع البدع بسبب الوهم الحاصل لهم المماثل لهذا الوهم، أي توهم أن الحد الذي على صورة الحية مبصرا ممكن. توهم أن الحبل الذي على صورة الحية مفزع ومؤذن، وليس هو بمفزع ولا بمؤذن، ولكن توهم ذلك بسبب أنه يشبه الإيه؟ صورة الإيه؟ الحية. قوله في أنواع البدع كتأثير، فيه هنا المراد بالبدع البدع الاعتقادية، كتأثير الماء في الري الحاصل بسببه والنار، يعني وكتأثير النار في الإحراق، مع أن التأثير إيه؟ ليس إلا لله تعالى وحده. وكتأثير الإيه؟ الأكل في الشبع، وهكذا. أو تأثير الإيه؟ السكين في القبض أو الدواء في، وهكذا. وإضافة أنواع للبيان، يعني في أنواع البدع، يعني في البدع التي هي إيه؟ أنواع. والبدع أنواع، البدع في العقيدة، بدع في العبادات، بدع في إلى أنواع البدع كثيرة. فحكمهم بأن المؤثر هذه الأسباب إنما جاءهم من الوهم. أما العقل فيحكم بأنه لا مؤثر إلا الله سبحانه وتعالى. حتى وقفوا مع المعتادات، أي حتى جزموا بتأثير الأمور المعتادة، يعني حتى جزموا بتأثير الأمور المعتادة، يعني وقوفا عندها. ومن المعتاد أن النار تحرق، فقالوا بتأثيرها في الإحراق، وأن الماء يروي فقالوا بتأثيره في الري، وهكذا. واشتغلوا بالأكوان، لأنهم عندما اعتقدوا أن لها تأثيرا فاشتغلوا بها، ولو لم يعتقدوا أن لها تأثيرا لاشتغلوا به بالمؤثر الحقيقي الذي هو الله سبحانه وتعالى. واشتغلوا بالأكوان. نعم، برج ثور برج كذا الأكوان، برج ايه؟ اشتغلوا بالأكوان. واحنا قلنا الأبراج، الأكوان يعني العوالم، يعني زي ايه؟ الإحراق والماء وال يعني الأشياء ليه؟ المكونات. اشتغلوا بها عن الايه؟ عن المكون، المخلوقات يعني، مش جاب الماء وجاب النار إلى آخره، العناصر. واشتغلوا بالأكوان أي المكونات
مثل الماء، مثل الماء والنار. لو نظرت تحت قدميك فاشتغلوا بالأكوان أي المكونات مثل الماء والنار، فأثبتوا للنار تأثيرا في الإحراق وهكذا. قوله فاعتقدوا هذا مفرع على اشتغالهم بالأكوان، أي اعتقدوا أن الأكل نافع في الشبع مع أن النافع هو الله تعالى وهكذا. وقوله فأشركوا مسبب عن اعتقادهم، أي أشركوا مع الله غيره كالنار، لأنه إذا اعتقدوا أنها مؤثرة فهذا نوع من الشرك، لأن الله تعالى هو المنفرد بالتأثير بالإيجاد والإعداد. فإذا كان غيره يؤثر فهذا معناه إثبات الشريك، أشركوا مع الله تعالى غيره. فقالوا إنها مؤثرة بطبعها، أما اعتقاد أنها مؤثرة بقوة أودعت فيها ففسق على المعتمد. وهذا قول مين؟ كما قال الشيخ الدردير في الخريدة رضي الله تعالى عنه، ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقول بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تزكي. قوله أثبتوا الوسائط أي كالنار، فقالوا إنها مؤثرة والخالق لها الله، يعني هي واسطة، يعني الله تعالى يؤثر بواسطتها، خلاص كده، أو أنها مؤثرة بجعل الله تعالى التأثير فيها. وإثبات الوسائط يؤدي لعدم الالتفات لله، إثبات الوسائط ده يخليك تقف عند المظاهر وتقف عند الأكوان وتنسى فلا بد من اعتقاد أو من إسناد الممكنات كلها إلى الله تعالى مباشرة من غير الوسائط. قوله إلى من ليس له تأثير، وأسند التأثير إلى من ليس له تأثير، كما أسند المعتزلة الخلق أن العبد يخلق أفعال، أسند الخلق إلى من ليس بخالق. وأثبتوا الوسائط أي النار فقالوا إنها مؤثرة، وإثبات الوسائط يؤدي لعدم الالتفات لله. قوله إلى من ليس له تأثير أي كالماء والنار، لأن الماء ليس له تأثير، وإنما هو سبب عادي، سبب عادي. فهم يقولون إن ذلك هو المؤثر، والأولى إبدال من بما، يعني يقول إلى ما ليس له تأثير، ولا يقولون إلى من له، وأسند التأثير إلى من ليس، كان المفروض يقولوا الأولى إلى ما ليس له بدل من من من، إلا أن يقال إن من جملة من يسند له التأثير عندهم العقلاء، فغلبوا على غيرهم، يعني هذا من باب التغليب، تغليب العاقل على على غير العاقل. وتوكلوا على من ليس له حول ولا ولا قوة. طبعا هنا ما ينفعش يقول يخلي مكان من ما هنا. وتوكلوا على من ليس له حول ولا قوة، أي إن المعتزلة يقولون العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية. خذ الإنسان لما يتوكل، ومن يتوكل على الله فهو، ما ينفعش يتوكل الإنسان على الجاه ولا على المال ولا على المنصب ولا على الناس، إنما يتوكل على مين؟ على الله تعالى.
ومن يتوكل على الله هو حسبه هو حسبه ان الله بالغ امره. انما امر غيره سبحانه وتعالى لا يكون بالغا. فاحسن الامور هي ايه؟ ان تتوكل على الله تعالى وحده. ومن يتوكل على الله فهو حسبه اي ايه؟ كافيه، يكفيك ولا يحتاج الى ايه؟ الى شريك معه. وانما هو تعالى ايه؟ يكفيك وحده اذى الخلق سبحانه وتعالى، ويكفيك كل شيء. اي ان المعتزلة يقولون العبد يخلق افعال نفسه لاختياره، فيتوكلون ويعتمدون عليه مع انه لا تحول له عن المعصية ولا قوة له على الطاعة الا بالله ولا تدبير له. يعني اذا كان هو لا يملك لنفسه ولا يستطيع ان يتحول، يعني يحول نفسه عن المعصية ولا تتأتى منه الطاعة الا بالله، يبقى اذن لماذا يستند اليه ولماذا يتوكل عليه وهو ايه؟ وهو عبد. اذا كان عبد الملك بن مروان في ابهة الملك وكان بيقوم بالكعبة، وبعدين لقيه واحد من الناس من السوقة فقال له وهو يعني امير المؤمنين، قال ما حاجتك؟ يعني انت بتدعو وتستغيث وتطلب من الله تعالى، من امير المؤمنين وبيدي يعني خزائن الارض وعندي، اطلب ما تشاء، انت عاوز ايه؟ شايفك بتبكي وبين عليك مهموم ومحزون، ماذا تريد؟ اطلب اللي انت عاوزه. قال له هل اطلب حاجات الدنيا ولا حاجات الاخره؟ رجل فقير ومتعلم، يعني يا سعادة الملك ماشي سالم ابن عبد حتى لو انت بقى. المهم خليك مع القصة، بس انت لو قبلت عبد الملك حتى انسى الكعبة ورب الكعبة، ومش هتقول له يا عبد الملك، هتقول له ايوه الملك. فقال له انت يعني معاك امور الدنيا ولا معاك امور الاخرة؟ قال له امور الاخرة يعني عاوز تدخل الجنة مثلا، عاوز تعدي على الصراط بسرعة، عاوز مثلا يعني ما تغفش الحاجات اللي هي في الاخره دي لا املكها. قال يعني تملك الدنيا؟ قال نعم. قال ولا حتى الدنيا تملك؟ فانا عاوز الاخره وانت لا تملكها، اما الدنيا فلا اطلبها ممن يملكها، فكيف اطلبها منك؟ ده انت بتقول كده يعني. فراح قال له يعني انا استحي وانا في بيت الله ان اسال احدا الا الله، ما دام في بيته عيب. فلما خرج قال له خلاص خرجت من بيت الله اطلب. قال له حاجه في الدنيا ولا حاجه في ايه؟ الاخره. قال له الاخره لا املكها، خلاص الدنيا لم اطلبها ممن يملكها، فكيف اطلبها من امثالك؟ هذه هي الثقه في مين؟ في الله تعالى. وهذا معنى التوكل على الله تعالى. لكن ما ينفعش الادعاء باللسان، يعني انما يختبر الانسان عند ايه؟ عند الشده، يمحص الانسان. انما ساعه الرخاء يقول زي ما هو عاوز، انما عند الشده تبلى السرائر وتظهر المعادن على حقيقتها. فيتوكلون ويعتمدون عليه وعلى ايه؟ المخلوق يعني. مع انه لا تحول له عن المعصية ولا قوة له على الطاعة الا بالله، لا حول ولا قوة ولا تدبير له. لا تدبر لك امرا، فأولو التدبير هلك، سلم الامر الينا تجدنا، نحن اولى بك منك. سلم، بس المشكله عندك مش هتسلم،
إلا إيه؟ عندما تعجز، وحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ملوش لازمة، إيه فائدة بعد ما خلاص تيأس وتصاب بالعجز التام تقول سلمت؟ ما أنت كده رضيت ما رضيتش، ما كده أنت مسلم، ده اسمه تحصيل حاصل، ما ينفعش معانا ده. تسلم يعني إيه؟ عند الإيه؟ ما تكون في مقدرة وفي قوة، إنها مش عند الضعف تقول سلمت، لا. ولا تدبير له يعني في أمر من الأمور، أي لا نظر له في عواقب الأمور لتقع على الوجه الأكمل، يعني حتى هو أصلا مش بيحسن التصرف. ولا تقدير أي تعيين وتحديد للأشياء بفعل بعضها في غد أو بعد غد مثلا، فتحديد الأشياء من الله. شوف كده، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. لما نزلت هذه الآية سيدنا عمر نفسه لما سمعها ألا له، له الخلق والأمر، فقال من بقي له شيء فليأتي به. طب إيه اللي باقي ليك أيها العبد؟ الخلق له والأمر له، ماذا بقي لك او ماذا بقي عندك؟ هل في شيء؟ اذا ما معنى ان تتوكل على غيره؟ هذا معناه وقوف عند الايه؟ عند المظاهر وعند الاكوان، والتفات الى الوسائل. ولم يعلموا ان الممكنات كلها خيالات. خيالات، قوله خيالات أي كالأمور المتخيلة التي لا وجود لها من حيث إن وجودها ليس من نفسها بل من الله. يعني هي المكونات في حقيقتها خيالات، أو في حقيقتها لا وجود لها، واضح؟ إنما هي موجودة بإيجاد الله لها. ولذلك لو قرأت قوله تعالى كده على المعنى الإشاري كل شيء هالك إلا وجهه، يعني في معنى إشاري إن وجهه لا يعود على الله، في بعض التفاسير كده، إنما يرجع على الشيء، فالشيء له جهتان، جهة من ذاته وجهة بإضافته إلى موجده، فالشيء من ذاته هالك عدم، أما بإضافته إلى الله فله وجود. الأكوان ثابتة بإثباته وممحوة بأحدية ذاته، فكل شيء بالنظر إلى جهته فهو هالك إلى وجهه، أما بالنظر إلى إيه؟ بإضافته إلى الله تعالى فله إيه؟ فله وجود. فحينئذ الأكوان لا وجود لها من حيث إيه؟ ذاتها، وإنما وجودها من مين؟ من الله تعالى، فليس بيدها نفع ولا ضرر، يعني لا يملك أحد لك نفعا إيه؟ ولا ضرا في الحقيقة إلا الله، لا يستطيع. ولو كنت من أهل اليقين، لو أن أهل الأرض جميعا حاربوك وأنت على حق لا تخشى منهم، لأنهم ليس بيدهم شيء. وذلك لما راح سيدنا موسى وهارون لمين؟ لفرعون. طبعا بحكم البشرية في الأول حصلت عندهم زي ما زي قول تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، إذا كان هو كليم الله كيف يحصل له؟ بحكم إيه؟ حكم أنه بشر، بحكم البشرية. لكن قال الله لهما لا يغرنكما فرعون وزينته وجنوده و إلى
فإن ناصيته بيدي وعزتي وجلالي لا يطرف له طرف إلا بإذني، ولا تجري العروق في الدماء في عروقه إلا بإذني، وناصيته بيدي. إيه فرعون يستطيع الحق سبحانه وتعالى في لمحة أن يجمد الدماء في عروقه أو أن يجعله عدما؟ فلو عرف المؤمن هذا المعنى لا يخاف من غير الله أبدا، إنما بيخاف ليه من غير الله؟ عشان التفاته للوسائط والمظاهر ووقوفه معها. وهذا المعنى كان في نفوس الأكابر من أهل الله في أهل التصوف. كان العز بن عبد السلام يخاطب نجم الدين أيوب ده اللي هو رئيس الدولة، والد مين؟ صلاح الدين الأيوبي أو ابنه. فكان يقول له كده: يا أيوب ولا يخشاه. قلت: أنت بتكلم السلطان؟ قال: وأنا أكلمه استحضرت عظمة الله فكأني فن القطة اللي كان فكأني أكلم هر أو قط، كأنه بيتكلم مع بسة كده. هل يعمل له حساب ويرتعش منها ويخاف منه؟ تعال الآن لو مش السلطان ده، لو واحد من القصر يقول لك: بس أنا فلان، التلفون يسقط من يدي. أمال لو رحت وقفت أمامه تجي لك جلطة على إيه؟ التعلق بالدنيا والخوف من من العباد، ليه؟ لأنه في الحقيقة اليقين ليس موجودا في القلوب، مجرد يعني أقوال وكذا إلى آخره. وهي دي خيالات. يعني اعتبر السلطان ده اللي بيهددك ده بيهددك هو في التلفزيون، هل تظن انه سيخرق الشاشة كده يطلع يقبض عليك؟ لا، او خيال. انما في الحقيقة تروح تلقى تلفزيون وانت اللي متحكم فيه، معاك الريموت، ممكن تطلع عنه الكهرباء ومع ذلك ترتعش هو في الشاشة. امال لو خرج لك منها وقال لك: ها انا تعمل ايه؟ يعني شوف خيالات. ولذلك لو نظرت الى الى المؤثر الحقيقي لا تعبأ باي شيء، لا تعبأ باي شيء، ولم يعبأوا بسواه. وهذا ما قاله سيدي ابي مدين الغوث لما قال: الله قل وادري وجوده ان كنت، فالكل دون الله ان حققته عدم. عدم يعني ايه؟ مش موجود. لا، مش موجود من ذاته، انما هو موجود بايه؟ بايجاد الله. من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه، واعلم بانك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال. فالعارفون فنوا، ها، ولما يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعال، ده اسمه الفناء. ده وحدة الوجود، وفي اعلم كده وحدة الشهود، شفت كده؟ ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال. اذا كان في الحال والماضي والاستقبال، ده اتخاف من ايه؟ ولذلك وخافوني ان كنتم مؤمنين. يعني معناها اذا ما كانش فيه الخوف الحقيقي يبقى الايمان بتاعك فيه في شيء. بلسان الحال، اي بلسان حالها، مش كده؟ افصح. يعني لسان الحال افصح من لسان المقال، اي اقوى في الدلالة. ليضا لسان الحال افصح، لانه صادق، صادق دائما لسان الحال. اما لسان المقال فقد يكذب، ممكن تصطنع وتألف عبارات وكلمات، انما لسان الحال ما يكذبش، صادق لسان الحال. قوله: من يقف، من يقف، من يقف عندها، خلاص خيالات. من يقف عندها، انظر المقصد امامك، يعني بتنادي الممكنات، اللي بتناديك تقول لك: حاسب،
احنا مجرد ايه؟ فتنة. احنا مظاهر. احنا مسببات. انظر الى ايه؟ الى المؤثر الحقيقي. زي بالضبط كده واحد كده يطرق الباب، يروح الباب يتفتح، يجو يفرح ويحب الباب ويطبق جزاك الله خير. الباب يبني هذا هو الباب الفتح واحد. انظر الى من فتح لك الباب، يقبل في الباب ويمسح في الباب. ده الرجل اللي فتح الباب ده انت ما شايفوش، فوقفت انشغلت ليه بالباب عن من فتح لك ليه الباب. زي واحد يجي له البريد يقول له انت نجحت الاول او نجحت، يروح يحضن فيه ويقول يا ابن ده رسول بريد، ممكن لو كان جالك اعدام هو حيجيبه لك برضه. مش هو ده اللي نجحك ولا اللي يفرح بمين؟ ده جات على ايدك البشرى وعلى ايدك الخير. غير ساعي بريد يحمل الخير والشر في حقيبة واحدة. انظر اي تقول له انظر في احوالي لاوصلك الى المقصد وهو الله تعالى، والمراد بالوصول اليه معرفته، ومن جمله معرفته معرفه انه المنفرد بالتاثير في الاشياء. قوله المقصد امامك اي قدامك، لا ما انت واقف عليه، يعني لسه مش هو ده، لا ما انت واقف عليه من الامور المعتاده كده. زي الناس اللي لما يشوفونا واقفين مثلا عند المقصوره وعمنا، يعني ده مش هو مقصدنا الحديد، ما هو لو المقصوره دي اللي سيدنا الحسين موجوده حتى هنا في الجامع الازهر عمر ما حد هيروح جنبها ولا هيقبلها ولا هيعبرها حتى، انما عشان ايه؟ ها مش هي المقصد امامك، ليست هي المقصد. ويصح أن يكون هذا مقولا لمحذوف، وانظر مقدمة، وانظر إيه؟ مقدمة وانظر، يعني كلمة انظر مقدمة من تأخير، يعني هي مقدمة وحقها إيه؟ أي تنادي من يقف عندها وتقول له المقصد كائن أمامك، انظر في أحوالي لتصل إليه. هي مقدمة وحقها ليه؟ إنما نحن فتنة أي ذوات افتتان وامتحان أو مفتتن بنا، ده اسم الحذف والإيصال. وقوله فلا تكفر أي باعتقاد تأثير الأمور المعتادة بذاتها، يعني لو اعتقدت أن التأثير لنا هذا طريق يوصلك إلى الإيه؟ إلى الكفر. ومعنى فلا تكفر كاعتقاد أن النار تؤثر بطبعها، فهذه أقسام الحجة الإيه؟ العقلية اللي هي آخرة الإيه؟ المغالطة. البيضاء في الطوالة جعلها إيه؟ ثلاثة، يعني ما قالش الإيه؟ الشعر كده، قال البرهان والإيه؟ والخطابة، وتسمى أيضا الإيه؟ الأمارة كده والمغالطة، لأن الحجة العقلية إما أن تتركب مقدمات قضية أو مقدمات ظنية أو من شبيهة بأحدهما، وتسمى الأولى برهانا ودليلا، والثانية خطابة وأمارة، والثالثة مغالطة. وبالجملة فالمعتمد من هذه الأقسام للكام الخمسة أو ليه أو الثلاثة البيضاوية ليه في الضوالة الثلاثة. فالمعتمد في تصحيح العقائد الدينية القسم الأول الذي هو البرهان، فلهذا قلت من البراهين ووصفتها بالقاطعة لكشف معناها، وإنما عطفت عليها الأدلة وإنما عطفت عليها الأدلة عطف عام عليه خاص، لتدخل في ذلك الأدلة النقلية فيما تقبل فيه من العقائد، في أمور لا يقبل فيها إلا الدليل العقلي، وفي أمور يدخل فيها إيه؟ الدليل النقلي. وذلك كل ما لا تتوقف المعجزة عليه لو يدخل فيه الدليل النقلي، أما اللي تتوقف عليه المعجزة لازم يكون الدليل إيه؟ عقلي، كنفي النقائص عنه تعالى وثبوت إيه؟ الوحدة
الوحدانية له على رأي، وكوقوع بعض الممكنات من الحشر والرؤية ونحوهما، ووصفتها بالسطوع إشارة إلى اشتراط القطع فيها أيضا. ولو كان بدل هذا الكلام أن يقال من البراهين العقلية والأدلة القواطع السمعية لكان أبين وأحسن قوله، إلا أن يكون حصل له العلم تقييد لما أطلق في الإرشاد وغيره قوله فليشتغل بعده، أي بعد البلوغ. بس في حاجة ثانية نخلي الايه الأقوال اللي من البيضاء. نعم فهذه أي الخمسة المذكورة خلاص نقف عندي فهذه أقسام الايه الحجة، بس عشان ايه هندخل في بعض كده مسألة التقليد، ودي مسألة طويلة شوية ربنا يستر علينا، ان الشيخ رأيه فيها صعب ايه قوي، رأي الشيخ مسألة التقليد ده ربنا يسلم. اللهم صل على صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلاه على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري وغافلون. اللهم صل وسلم على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.